leur aspect et particularité. L'aspect, le mظهر ديالهم يعني فينيسيون كيفاش كيبانوا والخصوصيات ديالهم. الخصوصيات فين داخلين؟ هو اننا مثلا في واحد لابارتي باغيين نخدموا الخشب. علاش بغيت نخدم الخشب تما وما نخدمش الحديد؟ غادي نرجع نقرا على الخصوصيات ديال كل ماتيريال. بحال مثلا اكزومبل ما بين الخصوصيه ديال الحديد، الحديد اللي كنعرفوا العادي، والالومنيوم. واحد الخصوصيه هنا مختلفين فيها، هما كيتعتبروا ميتال ولكن كل واحد عنده واحد الخصوصيه كيتميز بها. شنو هي مثلا؟ شنو الفرق ما بين الحديد والالومنيوم؟ الالومنيوم من ناحيه انتاج زعما الناحيه هكا نشوف فوالا لو فيجوال ديالو. وشنو اخر اللي تميز بها الالومنيوم على الحديد؟ تخدم فيس احسن من الحديد. زيد حاجه اخرى هو انه خفيف، الكتله ديالو خفيفه على الحديد، ثقيل. الو هنا غادي تدخل في الفونكسيون. واش انت باغي الفونكسيون ديال هذيك الحاجه تهز بسهوله ولا خصنا نلقاو فيها المشاكل جوج ثلاثه اربعه الناس يهزوها؟ واش فهمت؟ هنا كتدخل الخصوصيه ديال الماتيريو. كل ماتيريو عنده هو الخشب براسو حتى هو هكا، حتى هو فيه داك الخفيف والمتوسط الثقيل. وحنا غادي نعطيكم كلكو زيكزومبل. لو نوبليس اي لو ديريفي. Leur noblesse et leur dérivée. Dérivée, je veux dire. Dérivée, il y a moustakaz. Dérivée. Notez. Je vais vous dire quelque chose en français. Notez, je vais vous dire que vous êtes en train de dire. Ou noblesse, je vais vous dire noble. Noble, je vais vous dire. Voilà. Ou le chib. On a dit que vous avez besoin de chib qui est le maroc. تا هو فيه الرقي من العادي. لاحظتوا كيما ليكزومبل ديال الحديد، ملي كتشوف الحديد هكا عادي مصدي ولا ماشي هو الالومنيوم. لاحظتوا هذا كيبان نوبل عليه، راقي في لو فيجوال. الخشب كينقسم على اربعه ديال الانواع، صافي اربعه ديال الانواع. عندنا النوع الاول هو ذاك الخشب الخفيف. هذاك الخشب الخفيف منين جاي؟ جاي من لو بان. لو بان شنو هو؟ هو الصنوبر، صافي؟ عقل عليها، الخشب الخفيف جاي من الصنوبر، صافي؟ لا ماتيير ديالو ولا الماتيريو الاصل ديالو من تما. عندنا الخشب، النوع ديال الخشب الزاوج اللي هو كيأتوا به دوك الاتات اللي كيكون فيه لي تكستور ديالو، يكون زوين في الشوفه. كتشوفوه 100% في لي فيلم ولا في لي فيديو اللي كتفرجوا. هذاك جاي من بلونت اللي هي ارض سميتها لو تيك بالعربيه الساج. هذا نوع سميتو لو تيك. وهذا الشيء اللي كنقول لك عندك اسحاق غير باش تعمر به مخك، باش تارغيومونتي على الترافاي ديالك باش خدمتي. مثلا الترافاي ديالك فيه الخشب، ها الخشب خدمت وها علاش، صافي؟ بوغ ارغيومونتي و اناليزي لي دوكيمون اللي كيتعطاو في ليكزامان تلقى باش تهضر. قلنا هذا النوع ديال الخشب الزاوج. الثالث هو اللي كيكون اكثر صلابه، واحد النوع ديال الخشب كيكون قوي قاسح بزاف، صعيب يتهرس. هذا فين كيتخدم؟ كيتخدم في لاميناجمون كلاسيك. الكلاسيكيات اللي كتلقى مثلا كتدخل للدار كتلقاها كلها خشب، منهم دوك الافلام ديال هاري بوتر مثلا مثلا كتلقى سيرتو هذا النوع مطوبي باقي شويه ديال الباديه. نهضر على شي حاجه اللي نوبل. النوع الرابع اللي هو كيكون ديوغاب، كيطول هكا في خلق ذاك النوع ديال الخشب، كيطول ديوغاب مده طويله تبقى خدام به. فاذا جينا غير نشوفوا هذا الديور، كاين واحد النوع ديال الديور هنا قرابين منا، راه هاد الديور هادو راه كاينين اللي من الاستعمار. وهادي اللي راه القنص بعدا. واه راه من الاستعمار كاينين هنا الديور، دخلوا شوفوا الخشب ديالو اللي داخل. هذاك هو الخشب ديال الغاز. حكي لي فيه دو هاد الديور كاع. واه هذاك النوع ديال الخشب اللي كيتقال عليه ديوغاب،
وهذا النوع ديال الجغاف فيه جوج الانواع، فيه النوع ديال الصمت بالطاء، صمت والصمت سين نون طاء، وكاين النوع ديال الارز راكم كتسمعوا في الدارجه كنقولوا لرز، الخشب ديال اللرز هو هذاك النوع. صافي ها المهم هذاك الشجره ليماج ديالها معروفه. انا كنهضر على الماتير ديالها باش كتخدموا على الماتيريو. عندنا اون فرونسي الارز هو لو سيدر، وعندنا الصمت هو لاكاسيا، كتكتب ابوستروف ال ابوستروف اكاسيا هكا ا ك سيا، الى دخلنا ال ابوستروف والاخر لو شنو هو سيدر اللي هو شنو هو السيدر الارز. صافي عندو جوج الانواع اللي كيكونوا تري ديور والمده ديالهم دوغار يعني مده طويله كتستخدمها. صافي ومن وراها عندنا الفينيسيون، الفينيسيون ديال كل حاجه، الخشب ملي كيجيو كنفينيوه الفينيسيون ديالو في الشكل، الحديد ملي كنجيبوه مكرفسو نفينيوه نحكوه بلا ميل فينيسيون ديالو عاوتاني كيفاش كتكون. وهاد الفينيسيون خصكم ديروها في بالكم تكنيكمون في الديسان، خصني نعرف الخشب كيفاش كيترسم والحديد كيفاش كيترسم، وهادشي كلو دوزتو في الديسان دوبسيرفاسيون نورمال، ما غاديش تجي عاد غتعلم، ولكن راها باينه عاد غتعلم، عاد غتنوض تقلبوا على الخشب كيفاش كيترسم، الزاج، الحديد، الالومنيوم، وهذا الشيء غيطلب لكم الوقت، علاش انا ديما كنقول لكم ما كاينش تضيع الوقت في العام ديال الباك، حيت راه تبعكم بزاف الحوايج خصكم تعلموهم. خلينا ديما كنقول نورمالمون هاد الدرس خصو يكون في السيزيام اني معناها طويل، طلع في الدرس معلم نورمال، ولكن كيبقى حتى عليكم نتوما. صافي انا قلت لكم هاد القضيه تعلموا، وهنايا غادي نزيدو نخدمو اون كلاس. دابا غادي ندخلو للديزاين، ديزاين سينتيز، هنا دو بوان سيرني لا فورم لا فونكسيون اي لاستيتيك بوي étude de la satisfaction des besoins, étude de la satisfaction des besoins, la satisfaction des besoins bien nous. Bien l'insert, bien l'insert, satisfaction ou un rédat bien nous, d'exil qui est riche fait. De l'homme en termes d'image, yani image, qui m'a dit tout à l'heure, elle a le matériau. Redistribution des espaces et عدد توزيع الفضاء بواحد الطريقه جديده، بواحد الفكر، بواحد لا فيزيون جديده. وطبعا كل حاجه كنديروها علاش عندها، ماشي غير نجيو نحط كما ونسمي راسي راني درت الجديد، عندي الدخله ديال الباب حاط فيها السدان وكتقول اه راني درت السدان ايوا، ملي نجي داخل البلاد شنو الاسبوع الفراس ولا ما فهمتش انا واش فهمت؟ الجديد خصو يكون عنده دي ريفيرونس ويكون عنده علاش الفونكسيون ديالو علاش، بحال مثلا اكزومبل مثلا ديال مثلا التيفي، عندي مابل التيفي شكون اللي حسن؟ الله يسعدك ماشي سعيد بخير مزيان، انا عندي واحد الستيلو من تما شكون اللي راه مبين؟ يلا قلنا اون تيرم ديماج ريديستريبيسيون ديز اسباس اعادة توزيع الفضاء اي دو لا فونكسيوناليتي اون تيرم دو رونتابيليتي، ملي كنهضرو على الفونكسيون اوتوماتيكمون كنجبدو الكلمة ديال رونتابيليتي يعني تكون مريح بليتو تعطيك لا ماشي كونفورتابل رونتابيليتي هي تكون عندك واحد لوبسيون ربحتيها ربح جايه من الربح الفونكسيون كاينه الوغ ربحتي في ذاك البرودوي بويسكو كاينه فونكسيون واضحه لي بوزوان ديال لوم مثلا امبيونس دي اسباس اي داديكواسيون اون تيرم داتراكسيون والملائمة adéquation هي الملائمة
فين كتكون من ناحيه ديال الجاذبيه، ان داك الاسباس ولا داك البرودوي يثير الانتباه ديال المتلقي، ولكن يثير الانتباه ماشي غير في الشكل، الشكل ها هو، ولكن ملي نجي نقلبوا في الفونكسيون نلقاه مثلا ما نافعنيش. بحال مثلا اكزومبل نعطيو غير بالكرسي مثلا، تصور هذا الكرسي، هذا الكرسي لو كان تصنع، ركز، لو كان تصنع غير نص منه ما يكونش هذا، ما يعطيش لا فونكسيون ديال انه بنادم يرتاح، هذه يكون معذب في الراحه نورمال، ما يكونش كونفورتابل، هذه هي اللي كان ناقشوا هنا دو لا سوبغيتي، وتكون الحاجه زينه. سوبغيتي هي الرزانه، ما يكونش داك الشيء عشوائي وغير مخبق مثلا غير على الله، لا رزين الشوفه، وحتى في لاندستري ديالو حتى في الصنع ديالو. اي دو ليستيم، ليستيم هي حاجه اللي كتكون قيمه، وراكم كتشوفوا بارفوا في الشوروم ديال دوك الناس مثلا اللي كيبيعوا البرودوي مثلا، ولا كيبان لك واحد الكرسي مثلا بالجلد والميتال ديالو مثلا الومنيوم، كتشوف فيه وجهك والجلد دايز بالخياطه دقه دقه، كتحس بديك القيمه ديال داك الكرسي. علاش؟ حيت لو فيزيون ديالو هو اللي خلاك تاتيره باش تحس بليستيم القيمه ديالو. دو لاميناجمون affectivité qui sous-tend la relation entre l'aménagement et l'utilisateur. Dis-moi cette relation, c'est que direct ben tu peux que tu fais le projet direct. La relation entre l'espace ou des gens qui vivent dans l'espace. Je vais te donner l'exemple de la chambre enfant. Chambre enfant, je n'aurais dit c'est mais là on a déjà parlé de ça. L'enfant où est-il qui vit dans l'espace? Mais chez les adultes. صح الا رجعنا الشومبر كوشي ديال لي زادولت غادي نفكر بتفكير اخر. الو هنايا كنحط في بالي غولاسيون اونتر ليسباس ليتيليزاتور، اسباس اي ليتيليزاتور، كيما كان ليتيليزاتور صافي. سيت بارتي، هاد لابارتي هادي اللي هضرت لكم فيها دابا، cette partie du travail se fait en prenant en compte les sciences d'ordre. كناخذوا بعين الاعتبار واحد المجموعه ديال العلوم. شنو هما هاد العلوم؟ انا غنقول لكم وحده وحده. الاولى سوسيولوجي. سوسيولوجي شنو هي؟ علم الاجتماع. ودابا ركز باش نخدم واحد الترافاي، دابا انا كنحاول نعطيك الصوره ديال الماده اللي راه غتقرا دابا، باش نخدم واحد ليسباس خص تكون عندي درايه في السوسيولوجي، ولا سوسيولوجي ما حتاش نتعمقوا فيها، غير المسائل اللي باينه اللي تقدر تخول لي انا نخدم واحد ليسباس كونفورتابل. خصني نعرف لا سوسيولوجي ديال بنادم، اي حاجه كتبغي تسمعها خصك تكون قاري علم الاجتماع ديال داك الكوميونيتي، ديال داك المجتمع، اولا ديال داك الانسان. بحال مثلا غادي يجي واحد مثلا بسيط، انسان بسيط، غادي يقول لك مثلا بغيت تسمع لي واحد الموسيقى، وما يمكنش انت مخك غادي يقول لك خصني نسمعها له بالذات. علاش؟ حيت انت عارف داك الانسان اللي واحد المجتمع، الطبقه ديالو، علم الاجتماع، الطبقه ديالو، كيفاش كيفكر، شنو ممكن كاع الليفل ديالو باش نسمع له ناموسيا. باغ كونتخ الى جا عندي وزير، عقلي غيتشونجا، غادي يولي كيفكر حاجه اخرى باش نسمع ناموسيا، اولا باش نسمع كرسي، اولا باش نسمع اسباس. ملي كيجي عندي هذا ماشي هو اللي كيجي عندي هذا، هنا داخله في علم الاجتماع. مايمكنش انت واحد تجي عندك كما نقولوا الفلوس عنده غير ماميه وتسمع له شي حاجه اللي بانال، ما جايهاش مع المستوى ديالو. هنا كتخدم على الطبقات ديال كل واحد والطبقه ديالو.